بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي متابعي قنوات لاير سبورت الرياضية، محبي وعشقي المستديرة الصغيرة، يسرني محدثكم محمد بشير المريض أن أرحب بكم أجمل ترحيب لأصحابكم في نقل مباشر من العاصمة القطرية الدوحة، لنتابع سويا اللقاء الذي يجمع بين منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب ونظيره المنتخب الياباني ضمن مباريات الدور الثاني للبطولة الثالثة عشر للمنتخبات الآسيوية لكرة اليد، والمؤهلة في نفس الوقت إلى بطولة كأس العالم القادمة 2013 في البوسنة. مباراة اليوم بلا شك مباراة مصيرية للمنتخب السعودي. قيل بأن المنتخب السعودي أو لديه فرصتان، إما الفوز وإما التعادل. يجب ألا نركن إلى كل ذلك. المنتخب الياباني منافس عنيد، خصم قوي بكل ما تعنيه الكلمة. يجب أن نجهز ونجيش المنتخب السعودي جيدا لمواجهة المنتخب الياباني. بالأمس شاهدنا المنتخب الياباني كيف خسر بشق الأنفس من المنتخب الكوري الجنوبي، الذي ما أن بدأ المنتخب الياباني يخطط لمباراة اليوم إلا بدأ في اتضاح الفوز وتفوقه على المنتخب الياباني، فيما المنتخب السعودي جانبه التوفيق في اللقاء السابق أمام منتخب كوريا. نتمنى اليوم أن يكون المنتخب السعودي في كامل جاهزيته، في أبهى حلته، لكي نحقق المراد ولننتقل إلى ما قبل النهائي. طاقم تحكيم بيلاروسي يقود هذا اللقاء. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة. منتخبنا الوطني بشعره الأبيض والأخضر على يمين السادة المشاهدين، فيما المنتخب الياباني على يسار السادة المشاهدين بشعره الأحمر. ذكرت بأن اللقاء يقوده طاقم تحكيمي من بيلاروسيا مكون من السيد أندري غوسكو والسيد سياري ريبكن، وبطاقة مبكرة ربما توحي إلى المشاهدين بأن التحكيم أو طابع التحكيم سيكون صارما منذ البداية. وأول أهداف اللقاء بيد الظهير الأيمن للمنتخب السعودي اللاعب رامي المطيري. ينجح رامي المطيري في مباغتة كاتويوشكي ويسجل أول أهداف للمنتخب السعودي. ما نتمناه هو التماسك، التوازن، لأن المباراة لا تحتاج منا أكثر من الهدوء، عدم مسايرة المنتخب الياباني في أسلوبه في سرعته، لأن المنتخب الياباني أيضا يتفوق من حيث الاحتياط. تألق من جانب علي الصفار حارس المنتخب السعودي في التصدي لمحاولة أغيراياتو الماضية لمحمد العباس، ومجتبأ ما بين الخط الخلفي، محاولات الإعداد والهروب والصعود من الحليلي، أيضا في الطرف الآخر تصويبه لكن ارتداد، ارتداد وتصدي. أيضا كان عندنا في اللقطة الماضية علي التروتي، خروج وتحركات ما بين لاعبي الخط الأمامي والخلفي. التروتي وتفويت وصعود وتهيئة من مجتبى، ولكن بعيدة هذه المرة من رامي المطيري، تعود لكاتو يوشوكي. أغيرا إلى هايروكي اللاعب الأبرز في منتخب اليابان، قائد المنتخب الياباني، قائد المنتخب الياباني كابونيشي الذي يشارك اليوم معوضا أو محاولا تعويض ما فات بالأمس. ندافع بطريقة 3-2-1. تتحول نوعا ما تصويبة قوية وارتقاء، لكن حوائط صد فردية، حوائط الصد الفردية. أخشى ما نخشاه أن نواجه المنتخب الياباني بمثل هذا الأسلوب، لأنه منتخب أفراده يجدون التصويب بكافة أنواعه، بالحركة، بالثبات، بالارتقاء. نعود إلى اللقاء.
محمد العباس لعلي التروتي ومجتبى والتهي محمد العباس والتصويب، لكن تصدي لها ناجح من كاتويوشيكي. أيضا تعود للمنتخب الياباني وخطة هجومي ضد توكي هايروكي، هايروكي لمصلحة مجتبى، هذا هو قائد المنتخب الياباني ما توكي هايروكي، عقل مفكر. بطارية لا تنفذ أبدا، حركة دائبة، لكن بإذن الله تعالى محمد العباس الذي أنشد أن يكون في يومه اليوم. خطأ، تعود، فقدان للسيطرة، مجتبى ودخول واختراق ناجح ورائع من مجتبى السالم، يسجل الهدف الثاني للمنتخب السوري، المنتخب السعودي في زاوية معاكسة لكاتويوشيكي. ينجح المنتخب السعودي في التقدم واستغلال. ذكرت بالأمس أو من ضمن الملاحظات التي كانت جديرة بالاهتمام هو أن المنتخب الكوري الجنوبي لم يتفوق على المنتخب الياباني بفضل الهجوم، بل العكس، كان التفوق تصدي ناجح لعلي الصفار. الهدوء، الهدوء، السكينة، الهدوء، السكينة، يجب أن لا يجاري المنتخب الياباني بسرعة. ذكرت بأن من أسباب تفوق المنتخب الكوري الجنوبي هو إجادته لأسلوب الدفاع، كان يدافع بطريقة 3-3 ويطبقها بكل فعالية وبأسلوب كامل متكامل، أجاد من خلاله إيقاف مصادر الخطر في المنتخب الياباني. أيضا نحن من خلال التفويت، لكن لم تصل لعلي التروتي الذي لم يكن يقرأ جيدا رسالة محمد العباس، تعود على منتخبنا. هجوم، ارتداد، هايروكي وارتقاء وتسديد على يسار علي الصفار وبنفس الأسلوب، حوائط صد فردية، هذا ما أخشى، حوائط الصد الفردية التي قد تكلفنا الكثير، قد تبعد عننا مجارات المنتخب. علي الصفار وتعليمات مباشرة من الجهاز الفني، تحديدا من سعود الحودي مساعد المدرب باعتبار انه حارس دولي سابق لديه الخبرة الكافية. الهروب، محمد العباس، محاولة الدوران، لكن متابعة ومضايقة من مدافع اليابان، المنتخب الياباني، يونو شانغو وسوكيتشو الجناح الايمن، محاولة اسقاط لرامي، كان يريد ايصال الكرة لعلي التروتي، لكن كما تشاهدون دفاعات قوية من مورينا كايوسكي. هروب لمجتبى والتسديد بالفعل رغم الإصابة، مجتبى يتعرض للإصابة، ألف سلامة للنجم مجتبى السالم. الهدف الثالث، لسنا بحاجة إلى أن نخسر اللاعب مجتبى السالم، حقيقة لسنا بحاجة، كانت عملية دفع واضحة من لاعب الياباني ماتسو تاكاماسا، لاعب الدائرة، اللاعب المتقدم في الحالة الهجومية للمنتخب الياباني. تعليمات من السيد سفيان الواني، سفيان الحي واني، السفيان الواني اختصارا لاسمه سفيان الواني، السيد سفيان الواني فيما يقف في الجانب الآخر السيد تاكاشا أو تاكاشي المدرب، واطمئنان من طاقم التحكيم الروسي الذي يقود هذا اللقاء المكون من السيد أندري غوسكو والسيد سياري ريبكن. بالسلامة يعود اللاعب مجتبى السالم وسط تحية من الحاضرين، بالسلامة يعود لأنه عنصر مهم، عنصر أساسي، واطمئنان أيضا من إداري المنتخب السيد نايف الجاسم. استئناف للمباراة والكرة لدى المنتخب الياباني. أغيرا ياتو، كابونيشي أغيرا، وتقدم مبكر من محمد العباس، محاولة قطع الماء والكهرب والاتصال تجاه اللاعب هايروكي، هذا هو هايروكي. التحضير لمنتخب اليابان، محاولة الهروب والتفويت والصعود والمواجهة والتسديد، لكن هذه المرة بسلامة، بسلامة إلى خارج الملعب، بسلامة إلى خارج الملعب. ذكرت لكم هذه الميزة متوفرة في لاعب المنتخب الياباني، التسديد من الثبات، من الارتقاء، من أعلى، من أسفل، بوضع الجانب في الوضع المتحرك، لكن يجب أن لا نغفل عن المنتخب الياباني. إن انتصرنا وهذا ما نصب إليه إن شاء الله تعالى سنتأهل إلى الدور ما قبل النهاية تسديدة، لكن مجتبى حذاري يا مجتبى من التسديدات
غير مركزة لأنك تسدد وأمامك في المرمى حارس كأمثال كاتويوشكي الذي يمتلك الخبير والسداد والتسديد، لكن العارضة حمدا لله بمساندة القائم العلوي، بمساندة القائم العلوي. خطأ لمصلحة المنتخب السعودي. مجتبى واستمرار للمحاولات، لاحظوا كيف المساندة، وهذا ما نفتقد إليه نحن في الحالة الدفاعية، مساندة ما بين تاكاماسي وكايوسكي. عملية تقاطع وتفويت، مجتبى لرامي، رامي يجب أن تذهب إلى المرمى، والتروتي يا للأسف يا للأسف كانت بطريقة قوية، ارتدت من المرمى الياباني وتعود لمنتخب الياباني من الطرف الأيمن، من الطرف الأيمن. شيغو ميتو شو، شيغو ميتو شو بالفعل هو الجناح الثابت الأيمن. استغلال لهجمة مرتدة، لاحظوا كيف خسرنا اللقطة الماضية عن طريق علي التروتي الذي لم يكتب لها التوفيق، وعادت سريعا للمنتخب الياباني، سجل على طريق هدف التعادل الجناح الايمن للمنتخب الياباني غوميتو شو. عبد الله الحليلي، العباس، حركه دؤوب، وعوضها، عوضها بالفعل، عوضها بالفعل الحليلي، بالفعل ينجح لاعب المنتخب السعودي عبد الله الحليلي الجناح الايسر في الاستفاده من عملية النزول خلف مدافع اليابان بعد حركة دائبة وتقاطعات وتمايلات ما بين الخط الأمامي والخلفي للمنتخب السعودي، تنتهي بهدف رابع لمنتخبنا الوطني داخل الشباك اليابانية. 3-2 أسلوب المواجهة، لكن مشكلتنا في حوائط الصد. هيروكي خروج لتاكاماسا وتحول إلى الرقابة الفردية والمرور، لكن ينجح، ينجح عبد الله الحلالي في ايقاف الماكينه الكوريه اكيارا ياتو. هذا هو السيد سفيان، عاد الاستمرار والتسديد والنجاح لحارس مرمى منتخب السعودي علي، علي الصفار ينجح في سد مرمى المنتخب السعودي والوقوف في وجه وطريق شيغو ميتوشو الجناح الايمن لمنتخب اليابان. المباراة مهمة بكل ما تعمله أو تحمله الكلمة من معاني، بل حروف، مقالات، نقط، افعل وجمع واذكر، وفرصة ورمية حرة، يجب أن لا نفرط في مثل هذه الفرصة. رامي دفاعات، دفاعات قوية، عملية دفع من كوبونيشي، بالفعل كوبونيشي هو من قاوم رامي في اللقطة الماضية. محمد العباس والتسديد، لكن التصدي يبقى وتعود، فرصة فرصة فرصة، سجلها بالفعل، بالفعل استغلال لعبد الله الحليلي، ينجح عبد الله الحليلي في الاستفادة من الكرة المرتدة من كاتايوشكي، والتمريرة كانت قصيرة، لحق بالكرة عبد الله الحليلي وعاد والتف ودار وواجه كاتايوشكي، سجل داخل المرمى الياباني. تقدم سعودي حتى الآن، أيضا ارتداد وفرصة زيادة الغلة، رامي للحليلي، سجل بالفعل بكل ذكاء بكل هدوء بكل اطمئنان. الحليلي، الحليلي الذي يقدم نفسه بشكل ثابت خلال اللقاءات الثانية. اللقاء الماضي كان عبد الله الحليلي مع عبد الله العباس، وهناك لاعب ثالث سأتذكره كان نجوما للمنتخب السعودي، تسديدة لكن ارتطام وتغيير اتجاه الكرة من خلال حوائط الصد وهدف. فعلت ما يجب فعله، كان ارتداد عن طريق عباس الصفار، عباس الصفار بالفعل كان مجتبى بجانب عبد الله الحليلي وعبد الله العباس، لكن لا يزال عبد الله محمد العباس، محمد العباس يسجل باختراق ومرور ناجح، صانع العاب المنتخب السعودي، احد اللاعبين الذين غابوا حقيقه في مستواهم في المباراه الماضيه، نتمنى ان يكون اليوم حاضرا
جسدا وأداء وفكرا. عبد الله الحليلي ومواجهات مبكرة عقيرة وخروج لتاكاماسي ومحاولة المرور من كوبونيشي تعود هايروكي يجب إيقافه باكرا. محاولة المرور واختراق والتسديد لو يتريض قليلا نوعا ما علي الصفار في محاولة متابعة الكرة لا متابعة جسدي اللاعب المتقدم. لاحظوا كيف ذهب إلى الزاوية المعاكسة، لكن الكلام سهل الحديث سهل والمهمة صعبة، وإن شاء الله يكون في كامل إمكانياته علي الصفار اليوم، لأننا نعي جيدا بأن المنتخب الياباني يمتلك حراسة قوية مكونة من الأساسي كاتا يوشكي والبديل ساساكي ريوسيوك. ساساكي ريوسيوك أيضا منتخبنا أيضا يحظى بحراسة مكونة من علي الصفار. صعود لمجتبى واختراق وتسديد وبكل قوة الزاوية العليا لكاتا يوشكي. ارتقاء اسماء تصميم إصرار تسديد في الزاوية العليا اليسرى لحارس المنتخب الياباني أحمد المحيف بجانب علي الصفار. آمالنا مرتكزة عليكم اليوم بشكل كبير لأن الحراسة هي في مثابة نصف قوة الفريق والبوابة الأولى دائما وأبدا نحو تحقيق الانتصار. خطأ لمصلحة المنتخب الياباني تحديدا ضد الحليلي لمصلحة كوبونيشي. أكيرا الذي حول إلى الظهير الأيمن هيا روكي وقطع للكرة وعودة واستغلال المنتخب السعودي. نتمنى الصعود انتظار الرامي. رامي يجب عدم الاستغلال، أن نهدي لنبدأ هجمة منظمة من عبد الله الحليلي وخروج لعباس الصفار. فاضل لم نشاهده كثيرا حتى الآن. فاضل السليمان للجناح الأيمن. مجتبى وتبادل للمراكز وهروب، محاولة الهروب من علي الكاروتي أو من حسين. بالفعل محاولة الصعود والتصويب وهدف هدف هدف في المنتخب السعودي. تعود المنتخب الياباني هيا روكي والدخول من الطرف الأيمن وبطريقة إسقاط ورمية جزائية وبطاقة صفراء لرامي المطيري. رمية جزائية لمصلحة المنتخب الياباني. إيقاف الزمن ربما إبدال حارس المنتخب السعودي. سنتابع. اعتذار من رامي المطيري. 9 أهداف المنتخب السعودي متقدم. نزول لأحمد المعيف. أحمد حبيب يا حبيبي يا أحمد يا حبيب، كنت حبيبا يا أحمد من خلال اللقطة الماضية ولتصديك لمحاولات قائد المنتخب الياباني هيا روكي. أحمد حبيب المعيف كنت حبيبا عندما تصديت لتلك المحاولة. المنتخب السعودي عبد الله العباس حول التقاطعات. خروج لعباس الحسين الرابع رامي والتمريره الدائره يبحث عن كره عباس حسين الرابع كان يبحث عن كره. مجتبى رامي سقوط وعباس عباس فعلها عباس. استدار رغم صعوبة المرور والمتابعة من مدافعي المنتخب الياباني، لكن نجح عباس في التسجيل. خطأ هجومي يجب علينا أن نكون أكثر هدوء أكثر تنظيم أكثر استغلال لموجة الارتباك التي طرحت على جهاز الكمبيوتر الياباني وألا نفقد الفرص حتى نكون أكثر تماسكا أكثر جدية. وإن حاول اليابانيون اللحاق بنا فنكون قد بنينا أحصنة أو حصونا عالية وسجلنا أهدافا عالية ترفع رصيدنا تساعدنا في النهاية بقطف الثمار. فاضل
فاضل مع اول ظهور واول طلوع وتسجيل لهدف جميل من الجناح العكسي من المنطقه المفضله لفاضل السليمان. فاضل النجم القادم في عالم الكره السعوديه لاعب نادي مضر، احد معاقل الانجاب لكره اليد السعوديه. تحيه واكبار وابتسامه ما بين الجميع، وعمليه تعاضد وتسامح بين لاعب المنتخب السعودي. التقدم الذي حدث للمنتخب السعودي والارتباك في نفس الوقت الذي حدث للمنتخب اليمني دفع بالسيد تاكاشي الى طلب الوقت. هذا هو هيروكي او لست واثقا في قدرات المنتخب السعودي، لكن لا امانه للاحداث، لا امانه للاحداث. تقدمنا امام المنتخب القطري، ولكن فارق الخبره، فارق بنك الاحتياط حينما تتعرض للإيقاف، للاستبعاد، للإصابة لا قدر الله، يجب أن تحسب حساب تلك الأمور جميعا، خاصة وأن منتخبنا السعودي بمثابة المشاركة الأولى ضمن البطولات القارية، منتخب جديد للتو أعد من الاتحاد السعودي لكرة اليد. عودة للمباراة، تعود ومحاولة الهروب لكابانوشي والتسديد لهايروكي، وخطأ متابعة قوية من عباس الصفاق. يجب ألا ننتبع كثيرا، ألا يأخذنا الحماس يا عباس، لا نريد أن نتعرض إلى أي إيقاف مؤقت، إلى أي نقص عددي يعود بالمنتخب الياباني إلى مجاراته. عودة المنتخب الياباني ومحاولة الهروب والتفويت لهايروكي والدخول لكابونوشي، عودة ميتا كاسيو يوكي، حاول التصدي هايروكي، مايروكي لا يروح، هناك إيقاف، إيقاف ربما حكم اللقاء يهدي، يطلب من بنك المعلومات في المنتخب السعودي للهدوء. إشارة اللعب السلبي ضد المنتخب الياباني، محاولة الهروب والصعود والتهية من كيوسو ووكي، لكن ينجح علي الصفار، ينجح علي الصفار، ينجح. لاحظوا كيف كسا يوكي بنى جدار حائط لكابونيشي، لكن علي الصفار مع ذلك لم تنطلي عليه حيلة جدار الوهم الحاجز الحاجب الذي قام بصناعة كابونيشي، وتابع الكرة واصطاد تسديدة اللاعب اليب. 11 هدفا مقابل 4 أهداف. المنتخب السعودي يمضي جاهدا نحو الوصول الى مرمى المنتخب الياباني. هذا هو محمد العباس، محمد حاولة الهروب والتسديد بالفعل، ينجح النحل السعودي في لسع الدب الياباني. هدف من النجم السعودي مجتبى السالم من مركز الظهير الايسر. المنتخب الياباني اتمنى ان يبقى على هذا الهدوء وان لا يفيق ابدا الا وقد طارت الطيور بارزاقها. كابونيشي والصعود والتسديد وبكل قوه، ينجح المنتخب الياباني بالفعل، تسديده قويه من مهاجم المنتخب الياباني كايوسكي. تعليمات لعباس الصفار الذي كان مكلفا بمراقبة كايوسكي او مراقبا بمراقبة المنطقة، لم يتكم او عملية التكليف بمراقبة لاعب بعينه، ولكن الرقابة كانت للمنطقة. المنتخب السعودي في هجوم، عباس حسين ومحمد والتسديد والمتابعة، وخطأ خطأ دخول للمنطقة من عباس حسين الرابع. تعود المنتخب الياباني ودفاعات المنتخب السعودي، يجب يجب الا تذهب عاجلا يا علي الصفار، ابحث عن الكره، لا تبحث عن الاجساد. المنتخب الياباني لاعبو يمتلكون من المرونه الشيء الكثير،
لكن نعفيك لقلة خبرتك لكونها المشاركة الدولية الأولى لك. لكن حذاري حذاري ألا نستفيد من اللقطات. محاولة المرور والدخول من عبد الله الحليلي. عبد الله الحليلي ينجح في استفادة من تمريرة أحمد السبع. عبد الله الحليلي بالفعل فرح مبتهج بما حققه من خلال اللقطة السابقة. بالفعل لاعب قدم نفسه من بداية البطولة حتى الآن بشكل رائع. هيروكي كابايونيشي ومحاولة ستيد وقاطع للكرة وارتماع عودة للمنتخب السعودي ليتها تسجل. بالفعل محمد افعله يا الله يا الله. بالفعل سجل محمد العباس. كنت بمثابة اليائس من ولوج الكرة الماضية لمرمى المنتخب الياباني. لاحظوا خشيت أن ترتد من القائم العلوي لكن التوفيق كان من الله تعالى بجانب المنتخب السعودي. سجل لاعب المنتخب السعودي محمد العباس ثاني لاعب المنتخب السعودي هدفا جميلا. هو الهدف الرابع عشر. تفوق جميل رائع للمنتخب السعودي. استغلال ولا أروع للمرتدات من جانب المنتخب السعودي. المنتخب الياباني في محاولة إعداد الهجمة والهروب وخطأ خطأ خطأ يجب أن ننتبه. فاضل رغم أنها كان هناك شك نوع ما في وجود خطأ هجومي. هيا روكي والإعداد والتصويب لكن خطأ. قطع للكرة من عبد الله الحليلي. بالفعل عبد الله الحليلي كان متابعا وتدخل عباس الصفار في الوقت المناسب. الصعود كابونوشي إلى هيا روكي والتصويب كانت بالإمكان التصدي لها. تصديدة هيا روكي ارتدت. عموما سجل المنتخب الياباني هدفا في مرمى منتخبنا. الهدف السادس. نعود احمد العباس. خطا هجومي ما نخشاه والاخطاء الهجوميه. الاخطاء الهجوميه والاخطاء الدفاعية دعه يمر. ان وصل المهاجم الياباني دعه يمر حتى لا نتكبد خسارتين هدف وعقوبه فرديه. دعه يمر خلاص. احمد السبع تسبب في خطا هجومي وفي عدم عودته سريعا لتغطيه المنطقه المقلوبه. باذن الله سيعوض احمد السبع. محمد العباس يا محمد العباس فين يسار يمين والتسديد مباشره. لاحظوا بالاعاده التسديد بكل قوه متوسطه الارتفاع فائقة السرعة على يمين حارس المنتخب الياباني كاتا يوشكي. 15 هدفا مقابل 7. المنتخب الياباني لا يزال بنفس الاسلوب ومحاولة الهروب والاعداد. هيا روكي خيار دقيق للغاية. زاوية صعبة ارتقاء هروب من أوائد الصد التي كان يحاول الوقوف بها عباس الصفار. هيروك اختيار الزاوية اليسرى السفلى لعلي الصفار. 15 هدفا مقابل 8. فارق تسجيل كبير. يجب أن نحافظ على هذا الفارق لكي نريح ونستريح وننتقل إلى الدور قبل النهائي. مشتب رامي والتسديد مبكر. رامي يجب أن لا نستعجل في مثل هذه الفئة. لاعب بمثل إمكانياتك دائما ما تبحث عن المرور بجسدك بجانب ذلك تكون لديك القوة الكافية للتسديد. لاحظوا كان مسددا وكانت هناك عملية دفع من مورينا كيوسكي. السعودي في محاولة إعداد لرامي محمد العباس. اذهب واستغل مهاراتك الفردية. بالفعل يمرر للمتألق عبد الله الحليلي الذي يسجل الهدف 19 للمنتخب السعودي. المنتخب الياباني لا يزال يعاني من حالة التصدع. دخول وتفريغ هدف سهل للمنتخب الياباني عن طريق سي
غوميتوشو سي غوميتوشو. كان هناك نوع من السبات لمدافع المنتخب السعودي تحديدا في طرف عباس حسين الرابح. كما تشاهدون استغراب وتعجب من السيد سفيان الواني مدرب المنتخب السعودي لحالة الغفوة التي مر بها دفاع المنتخب الشاب. مجتبى عوض تلك الحالة بتسديدة قوية داخل مرمى المنتخب الياباني. تعود للمنتخب السعودي صعود محاولة الإعداد لكتب لنستغل الفرصة. شاهد الدقائق المتبقية الفارق الذي نمتلكه أقل من 5 دقائق. يجب أن تبرز القيادة في صفوف المنتخب السعودي. محمد العباس هذا هو وقت خلي ترجمة تعليمات الجهاز الفني. محمد العباس من أثق كثيرا في قدراتك. مجتبى محاولة المرور و لنواجه الكمبيوتر الياباني بمهارات الفن السعودي. مجتبى والمرور وصافرة إن كررتها ثانية ستذهب إلى الخارج. قرأت شفتيه وكأنه يقول أوت جو أوت. مجتبى محمد العباس والتحضير والمرور وخطوة الرابعة في أدل. آخر مرة هذه هي الرابعة حينما ارتكز على رجله اليمنى. تعود لليابان وتسديده واستماته من دفاعة المنتخب السعودي ولكن المتابعة من هايروكي. يجب أن نوقف لاعب بمثل هايروكي غير بالفعل قائد المنتخب الياباني موتوكي هايروكي. عبد الله العباس يعود معوضا محمد العباس. مجتبى وتبادل ما بين الخط الخلفي والامامي. مجتبى ومحاولة الصعود والتمرير لكن لم يكن جادا لاعب الدائرة السعودي. تعود المنتخب الياباني. لسنا بحاجة الى تشجيع المنتخب الياباني لكي يعود الينا. كنا متقدمين بفارق كبير كانت الكرة في يدينا. ما الداعي لأن نستعجل؟ علينا أن نستثمر الهجمة. لاحظوا انفراد تام ليوشي تاكا لاعب المنتخب الياباني. انفراد وسجل الهدف الحادي. لا حول ولا قوة لعلي الصفار في اللحظة الماضية. نحن من نرتكب الأخطاء. يجب أن نركز جيدا وكما تشاهدون تستمعون إلى مدرب المنتخب السيد سفيان الواني. أعطوا قيمة الكرة. هذا ما كنت أؤكد عليه بأن نهتم بالكرة حينما تكون في يدينا. ذكرها الكابتن سفيان الواني قال بالحرف الواحد أعطوا قيمة للكرة. إن احترمت الكرة احترمتك. يجب أن نحافظ لأن في النهاية نحن من سيفرح إن انتصرنا ونحن من سيحزن إن خسرنا لا قدر الله. لكن الفرح بإذن الله في تباشير الصباح وفي محيا هذه الثلة الشابة من شباب الوطن منتخب المملكة العربية السعودية لكرة اليد للشباب. محاولة مجتبى وتعود الكرة لمجتبى. بالفعل تصرف ذكي وراء اختيار ان تحتسب له رمية حرة. عبد الله العباس ومجتبى ومحاولة الدخول لكن بعيدة. كان بالامكان ان تكون الفرصة لك يا مجتبى. عبد الله العباس والتسديد المتابعة. رمية ما حرة لمصلحة المنتخب السعودي. كان فاضل السليمان بانتظار الكرة لكن كان دخول المدافع الياباني. قول المدافع الياباني هو من قطع الفرصة لفاضل السليمان. 4-2 المنتخب السعودي يلعب ب2 في الدائرة. والتسديدة من رامي أيضا تبتعد إلى الخارج. يجب أن لا ندفع الثمن. يجب أن نوقف الهجمة الياباني. هيا روكي علي الصفار هو من أوقفه هذه المرة لكن تذهب جانبي أيضا للمنتخب الياباني.
ويت جميل وتصدي وتصويب لكن تعود المنتخب الياباني لا زال والى الان مستمره داخل الملعب الى الان مستمره هيا روكي محاوله التمرير لكابونيشي خطا 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 الحمد لله كنت اتوقع انه سيحدث نقصا عدديا في مرمى في صفوف المنتخب السعودي المنتخب الياباني يجب ان نتماسك ان لا نفعل تلك الهجمه خطا خطا لمصلحه المنتخب الياباني تحديدا لمورينا كيوسكي متابعه من عبد الله الخليلي وعبد الله العباس هيروكي والتنفيذ سريعا حاولت التفويت تخطف وايقاف ونقص عددي للمنتخب السعودي ما كنت اخشى عبد الله العباس لم تكن اللقطة واضحة بأنه يكون مستحق للإيقاف حقيقة كنت أتوقع بأنه كان إيقافا مستحقا لكن بكل أمانة بكل حيادية ليس هناك أي مجامل للمنتخب السعودي فأنا بطبعي لا أجامل لكن لم يفعل ما يستوجب أن يكون هناك إيقافا للمنتخب لكن يبقى القرار قرار ساري قرار حكم محاولة المنتخب الياباني للصعود هيروكي والتسديد سجل هيروكي في آخر 30 أو 35 ثانية الهدف الثاني عشر بالإعادة على يسار الحارس السعودي علي الصفار اختار زاوية المفضلة وسط استغراب وتعجب من السيد سبحان الواني 5 أهداف والله كنا قد وصلنا إلى فارق 8 أهداف كان المنتخب السعودي يتقدم بفارق 8 أهداف ما نتمناه أن يتقدم المنتخب السعودي بهذه النتيجة أو بهذا الفارق أيا كانت النتيجة حتى صافرة عبد الله العباس وسط نقص عدد حاولت المرور والبحث عن رمية حرة ينهي بها الثواني المتبقية عبد الله العباس والتسديد ينجح عبد الله العباس بالتسجيل مع صافرة النهاية عبد الله العباس ينجح في المضي بالمنتخب السعودي متفوقا على منافسه القوي العنيد منتخب اليابان لاحظوا من خلال اللقطة الماضية والتسديدة الأرضية وسط غاب من سيقاني مدافع المنتخب الياباني فاجأ بها الحارس كاتا يوشكي المنتخب السعودي أنهى الحصة الأولى بنجاح وباقتدار وبتفوق واضح وملموس وبنتيجة 18 هدفا مقابل 12 هدفا